السلام عليكم ورحمة الله لكل من أقصي من المنحة هذه مجموعة من خمسين سبب تجعل المنحة تسقط منك وكل شخص يعني عرف سبته طلب العمل غير مفعل العمر يتجاوز ربعين رفض توجيهين للعمل الانتساب إلى الصندوق الوطني لضمان اجتماعي للأجراء وغير الأجراء الصندوق الوطني للتقاعد انتساب الزوج إلى أجهزة وزارة الدفاع الوطني يعني المرأة لرجلها يخدم في وزارة الدفاع حائز على بطاقة مزارع بطاقة فلاح حائز على بطاقة حرفي الوضعية تجاه الخدمة الوطنية غير مبررة بالنسبة للذكور تصريح كذب ملف غير مكتمل او خاطئ انتساب الزوج الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء والاجراء وانتساب الزوج للصندوق الوطني للتقاعد انتساب الزوج الى جهاز المساعدة على الادماج المهني آه الزوج حائز على بطاقة فلاح يعني ليس شرط آه المعني هو الحائز وحتى الأزواج يعني لراجلها حائز على هذه البطاقات تقصى من منحة البطالة لمن يتقاضى منحة أكثر من 1300 وفاة المستفيد تنصيب المستفيد في عمل متربص في طور تكوين المهني استفادة الزوج أو الزوجة من منحة البطالة يعني لازم يستفيد واحد فقط آه بطلب من المستفيد الانتساب إلى الصندوق الوطني للعطل المدفوعة أو الناجمة على البطالة إلى آخره ما لديه سجل تجاري طالب جامعي حيازة مركبة من الصنف صفر إلى غاية ثمانية حيازة محل تجاري رقم الهاتف خاطئ تلميذ بمؤسسات وزارة التعليم انتساب المستفيد لأ أسلاك وزارة الدفاع الوطني بطلب من المستفيد للتوجه لأداء الخدمة الوطنية دخول المعني لمؤسسة عقابية عن يعني الحبس المستفيد مسجل في قوائم الناقلين وهذه لم افهمها خطا في الحساب البريدي التواجد خارج التراب الوطني رفض التوجه لتكوين اتخلى عن تكوين الغياب في تكوين التغيير في وضعيه المستفيد الاستفاده من المنحه الجزافيه لتضامن انتساب المستفيد الى وكاله التنميه الاجتماعيه استفاده الزوج من انم أونجام كناك الى غير ذلك أنسج هذه آه كلها يعني راح تسقط منكم منحة البطالة لخمسين سبب من هذه الأسباب ولمن ليس لديه حتى سبب من هذه الأسباب وسقطت منه منحة البطالة ما عليه إلا التوجه والمساءلة يعني دير آه ريكلاماسيو في العنام الأقرب إليكم وراح يرجع لكم المنحة